الجنس ان هو علاقه مقدسه. المناظر الاباحيه او المشاهد الاباحيه اللي ممكن يكون الشاب بيشوفها بتشوه ايه في نظرته عن الجنس؟ طبعا هي بنسميها بلغه علم الاعصاب يعني انها بتنحت مسارات ذهنيه جديده في الذهن. معناها انها بتكون سلوك انا بتعلمه بشكل جديد بيشكل في البنيه المعرفيه عندي في المخ لانماط واتجاهات جديده في السلوك. دي فكره المسارات الذهنيه. فالشخص او الشاب اللي بيبدا يتفرج على الحاجات دي كتير لا بيبدا يتعود على جنس غير طبيعي، بيبدا يتعلم من الحاجات اللي بيشوفها في الافلام الاباحيه ويبدا يطلبها بعد الجواز من شريكه حياته او الزوجه تطلبها من شريكها لو هي اللي مدمنه على المواقع الاباحيه. وبالمناسبه دي بالمناسبه الغير سعيده يعني جبنا سيره المراه ان في دراسات برضو اتعملت سنه 2017 احد اكبر منتجي المواقع الاباحيه قال ان نسبه زياده دخول المراه على الانترنت في سنه 2017 بالذات زادت بنسبة 359% عن قبل كده. طبعا لازال الرجال هم الأكثر مشاهدة لكن المرأة برضو بدأت تشوف، وده في الحقيقة بيأثر طبعا مش بس على المخ زي ما قلنا من شوية لكن بيأثر كمان على السلوك والاتجاه ناحية الآخر، لأن بيبدأ كل شخص يستعمل الآخر كشيء يستخدم بدون تقدير للإنسانية أو جانب الإنساني. بيسموها تشييء الأشخاص. التشييء بالضبط كده، مبدأ التشييء. حول الشخص اللي معايا لمجرد شيء بيفرغ فيه يعني شهوته الجنسية. بالضبط كده، بالضبط. طب ممكن حد يقول لحضرتك أو بنسمع الحقيقة يعني الجملة دي، لا أنا بعد الجواز أنا مش بتفرج لوحدي، أنا بتفرج مع مراتي. قال يعني كده يعني. بقى. فرأي حضرتك تقول له إيه؟ هو ده صدقني سؤال متكرر كتير بيسألوه أزواج وزوجات إن هل ده صح ولا لأ، أو يمكن استخدام مشاهدة المواد الإباحية كنوع من الإحماء يعني قبل الدخول للعلاقة الحميمة مع شريك الحياة. أنا هبدأ بالحقيقة في دراسة على طول، دراسة اجتماعية كانت اتعملت عن تأثير إدمان البورنوغرافي على الروابط الاجتماعية. الدراسة دي كانت في سنة 2000 وكان عملها 3 من الباحثين، يعني قالوا كده بالظبط، وصلوا في نهاية الدراسة إن السعداء في أزواجهم بتقل نسبة مشاهدتهم للإباحية ب 61%. ودي نسبة مطمئنة وبتقول فعلا إن ممارسة الجنس الطبيعي المقدس داخل إطار الزواج المسيحي بتشبع الطرفين وبالتالي بتعلي نسبة الرضا ما بينهم. وفي نفس الوقت احنا دايما في المشورة بنقول للمقبلين على الارتباط وبنقول للأزواج برضو ان دايما العلاقة الحميمة بين الزوجين هي بتعكس مستوى الحب اللي ما بيننا ومستوى التواصل والتفاهم العام ما بيننا في الحياة. ده بينعكس على العلاقة الحميمة، وفي نفس الوقت نجاح العلاقة الحميمة بينعكس برضو على الحياة. وده معناه ان احنا مش محتاجين ان احنا نتفرج على الحاجات دي، لكن الحاجات دي طبعا احنا بندخل شر على حياتنا. ليه بنفتح الحاجات دي ونعملها؟ وبرضو في دراسة تانية مهمة جدا جدا نزلت في مجلة كده صحية قالت ان التعرض للإباحية لفترة طويلة بيؤدي لاربع 5 نقط صعبين خالص. 1 هدم الثقة بين الزوجين. ليه؟ لأن طبعا بعد الفرجة على الحاجات دي لمدة طويلة بيتولد عند الطرفين اعتقاد أن العلاقات الجنسية المتعددة أمر طبيعي. فيبدأ لو الراجل مثلا حس أنه ما عندوش مانع أنه يغلط مع حد تاني غير زوجته نتيجة اللي شافه كتير بيبدأ يشك كمان ما يمكن تكون هي فكرت كده. ومع بقى أي حد شاف رسالة لحد أو شاف ابتسامة أو استجابة تنشأ مشاكل نفسية، بتنشأ مشاكل كبيرة جدا جدا في الزوج يعني. زائد أن طبعا القصة دي بتقلل فكرة أهمية الحب والمودة ما بين الزوجين، وبتخلي كمان يبقى في اعتقاد أن الجواز وكأنه تحول إلى مجرد رخصة شرعية لممارسة الجنس وخلاص. الجواز مفهومه أكبر من كده وتكوين الأسرة مفهومه أكبر من كده. بس قبل ما حضرتك تكمل، في حاجات برضو بتنشرها هذه المواقع او هذه الافلام احنا مش بناخد بالنا منها قوي، ان دي صناعه. ده بيزنس طبعا، بيزنس طبعا، بيزنس قذر يعني ومربح جدا ليهم، لكن هو بيزنس ومربح فبيروجوا لاشياء في الافلام هي على ارض الواقع قد تكون مش موجوده، او يعني التكوين الجسمي البشري للانسان الطبيعي ما يقدرش يعملها. بالظبط، فده بيوصل ايه بقى للمشاهد؟
ده طبعا بيخلي المشاهد لا يرضى بالجنس الطبيعي فيما بعد، يعني أيوة. بيبدأ كل طرف بيطالب الطرف الآخر بالأداء العالي اللي بيتشاف في الأفلام دي. وفي الحقيقة في بعض الممثلين اللي تعافوا يعني من ممثلي الإباحية نفسهم، في منهم قرر أنه يترك المجال ويتعافى وياخد سكة علاج، في منهم كتير صرح ووضح وقال أن اللي احنا بنعمله ده ما بنقدرش، ده مؤلم جداً وما نقدرش أي شخص طبيعي يعمله، لكن إحنا بنعمله تحت تأثير المخدرات والكحوليات علشان نقدر نتحمل الألم الناتج عن الممارسات الصعبة اللي بيعملوها. وطبعا بيتم تصوير الفيلم على مدد ممكن تقترب من اليومين الثلاثة الأربعة، وفي الآخر بيتعرض للمشاهد في مدة قصيرة ربع ساعة ولا ساعة وكأنه حاصل وراء بعضه، فبيدي توهم للشخص اللي بيتفرج وكأنه هو ده الواقع، هو ده الحقيقة، هو ده الأداء المطلوب مني، وهو ده الأداء المطلوب من شريك حياتي. وبالتالي بعد كده بنلاقي نفسنا مش راضيين عن بعض في قلب الجواز يعني. والشاب اللي مش متزوج برضو بيبدأ يعلي قيم اختياراته جدا وسقف طموحاته. يبدأ شباب كتير في الحقيقة بيجولنا في مكتب المشورة يعني مش عارف يتجوز ليه، ما فيش واحدة أنا بيفرق معايا الجمال وما فيش واحدة ألاقيها شكلها مناسب يرضيني وفي نفس الوقت يبقى كويسة وبنت ربنا وهو يبقى دماغه باظت من كتر الأفلام. يقول لك عشان ما بصش بره او يعني علشان ما بصش بره بعد كده. ما هو انت مش بتبص بره، انت بتبص جوه التليفون في الحقيقه. صحيح. وفاتح نافذه على العالم كله عمال بتشوف نساء بشكل شره يعني. او اختصار فكره الجواز ان جواز يساوي جنس، ودي جزئيه خطيره جدا الشباب اوقات بيفكر فيها وممكن تدمر حياته يعني. ده حقيقي، ولو هو حسبها كده بيوصل في الاخر ان انا ممكن ما اتجوزش، لان انا بسهوله انا بحصل على الجنس خارج الجواز، سواء عن طريق ادمان مشاهده الافلام او ادمان العاده الشبابيه او الجنس خارج اطار الزواج. طب انا مش متجوز، شاب لسه عشريني او اكتر، متجوز، فايا كان منهم هما الاثنين مدمن لهذه المواقع الاباحيه وقرر كده ان هو يتعافى، هل ارادته الشخصيه الوحيده ان هو خلاص انا هبعد هل كافيه ان هو يبعد، ولا في امور تانية تخليه يبعد؟ هو طبعا حضرتك قلت اهم نقطه، هي فعلا الاراده الشخصيه. يعني احنا دايما في المشوره بنقول ان لا يمكن تغيير اي شخص الا بدون رغبته والا بدون ارادته الشخصيه ان هو عايز، يعني لازم يبقى عنده الرغبه في العلاج او عنده الرغبه في ان هو يبطل. فدي اهم نقطه، ولو مش متوفره مفيش اي تقدم بيحصل يعني. فكرة التعافي طبعا فكرة موجودة، وإذا كان في ممثلي الإباحية في منهم تعافي، ودلوقتي بقى يمكن احنا طبعا عندنا في الشرق ما فيش دراسات كتيرة عن الموضوع ده لأن عليه كتمان وعليه سرية ومحدش بيتداوله بشكل كبير، لكن في الغرب بقى في قصص كتيرة قوي وبقى في مواقع كتيرة، زي مش عارف أقول أسماء ولا لا، بس في مواقع شهيرة بتعمل على فكرة إنها تفضح خطورة إدمان المواقع الإباحية، وبتبين إن في علاج زي موقع نوفاب كوفيننت آيز، خلينا أقول يعني عشان دي مواقع كويسة يعني، دي مواقع كويسة بتشجع على التعافي، فكرة إدمان وبتحارب فكرة إدمان الميديا الإباحية فعليا. وأساسا اللي أسسوها كانوا مدمنين متعافين. طب ده حلو. فبيروجوا فعلا لفكرة مواجهة المخاطر اللي جاية من النوع ده، ودي إثباتات إن في تعافي. وإحنا كنيستنا يمكن بتبين ده يعني، ما هو كان أغسطينوس ما هو كان يعتبر مدمن جنس، موسى الأسود إذا كان رئيس عصابة وسارق وزاني وقاتل فده إدمانات متعددة مش إدمان جنس بس. نفس الكلام القديسة بلاجيا، القديسة مريم المصرية، يعني في الحقيقة تاريخ كنيستنا بيبين إن لا يوجد إمكانية للتعافي من إدمان الجنس. طبعا إدمان مشاهدة الميديا الإباحية بشكل خاص هو مرض عصري جديد انتشر في آخر بقى 20 سنة من أول انتشار الإنترنت، وبدأ بشكل شره جدا جدا، وبدأ ينتشر ما بين السن الأصغر في الفترات الأخيرة خصوصا مع انتشار الموبايلات والسمارت فونز يعني. برسوم عايزين نقول بس حاجة نأكد عليها عشان اللي بيشوفنا لو حابب يعني ياخد خطوة، إن الجزء الروحي فقط يعني علاقته الروحية بالله فقط مش هي دي الوحيدة اللي هتخليني أتعافى. أنا دخلت في دايرة المرض، دخلت في دايرة الإدمان، يبقى لازم وجود العلم اللي ربنا حطه فينا إن إحنا نتعافى. صح كده؟ ده حقيقي. يعني فعلا العلاج الروحي لوحده يعني خلينا نقول يعني هيبقى هيقول لك كافي لو شامل العلاج النفسي. طبعا. دي نقطه مهمه خالص. هو هيقول لك ابونا اداني قانون روحي وخلاص، وانا هعمل كم طانيه وهعمل 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 وخلاص هتعافى. ده كويس جدا، ده حقيقي، لكن في جزء
المكمل هو الجزء العلمي. بالظبط كده، لان كل البرامج العلاجيه اللي اتحطت لعلاج الادمانات المختلفه ومنها ادمان الجنس لازم يبقى فيها جزء نفسي، لازم يبقى فيها جزء سلوكي، لازم يبقى فيها جزء روحي. فحتى برامج علاج الادمان بتقول ان الجزء الروحي مهم، وفي نفس الوقت لازم تحط شويه تدريب للخروج والعلاج بتاع جذور واسباب وجود الادمان في حياتي اصلا. تمام، انا وقت خلص 30 ثانيه كده للشباب، تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم يوجد شفاء. يوجد شفاء، وما تستهونش بالموضوع، الموضوع مش سهل، اضراره كبيره لكن امكانيه التعافي موجوده. يعني